كلابة، حيث تحكي تفاصيل هذا الحي عن الخوف الذي لا يتوقف لدى السكان، إذ لا تتوقف قناصة الميليشيا عن استهداف المدنيين بصورة مستمرة دون تفريق بين صغير وكبير. نحن من سكان حي كلابة، نزحنا منها ولكن ما زال هناك ناس يسكنون فيها، والضرب مستمر عليهم، قنص، قذائف، وهم صامدون ويعيشون في حالة خوف ورعب مستمر. فالقناصة لا تفرق بين صغير أو كبير، رجل أو امرأة. هنا يشيع الطفل أحمد صلاح ذو 12 من عمره إلى مثواه الأخير بعد أن استهدفته قناصة الميليشيات المتمركزة في معسكر الأمن المركزي أثناء تفقده لمنزله الذي بعد أن تركوه ونزحوا. هذه اللحظة نحن كنا خارجين، يعني يمكن دقيقتين محمد مات. أنا كنت أصور أقول آخر صورة بلتقط لبيتنا، الله أعلم متى آخر متى بعد بنرجع، وأكيد ما عاد حد بيرجعش. لا إذا إن شاء الله الحرب هذه خلصت، وأحمد يعني قد كان قدره الحمد لله، أنا هنا وأحمد هنا جنبي، يعني حتى ما حسيتش بالطلقة. اللي أسمع صوت طلقة عادي كنت طبيعي واقف، أرجع أشوف كلهم يصوحوا اللي قدامي ويرجعوا يجوا أحمد أحمد، ألفت أشوف الدم يخرج هنا من فم أحمد، خلص طبعا طفل، والطلقة دخلت له هنا من القلب وخرجت من هنا. لم تكن قصة استهداف أحمد الأولى وربما لن تكون الأخيرة، فعشرات الأسر لا زالت تسكن منازلها التي تقع في خطوط التماس، فلا مكان للنزوح إليه، ومن لم تدركه رصاصة القناصة مات بفعل القذائف التي تنهمر عليهم. تذهب فرحة العيد بعيدا عن أهالي حي كلابة كغيرهم من سكان المدينة، لكن يبقى الحصار والقصف هاجس المواطنين. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.